نروح لموضوع مهم جدا الحقيقة. سينا جزء مهم وعزيز علينا، وفي اهتمام بتنمية سينا من خلال مشروعات كتير جدا. الحقيقة البرنامج الأهم أو المشروع الأهم هو دمج أبنائه في المشروعات التنمية المستدامة اللي بتحصل في سينا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج دمج أبناء سينا في التنمية الزراعية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين في أرجاء بلدنا الحبيب. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية خلينا نعرف منك ملامح برنامج دمج أبناء سينا في مشروعات التنمية المستدامة وأهمية كمان هذا البرنامج. في الحقيقة يعني برنامج دمج أبناء سيناء هو توجيهات رئاسية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بعض الوزارات المعنية بالتنمية الشاملة في سيناء. من ضمن هذه الوزارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. في الحقيقة يعني على مرور 7 سنوات ماضية الأمر اختلف تماما. بدأ يعني شعار تنمية سيناء من ضمن شعار إلى تنفيذ على أرض الواقع. فكلمة دمج أبناء سيناء يعني بنخلي أبناء سينا اللي احنا الفئة المستهدفة من هذا البرنامج اللي هم يشاركونا عملية بناء البرنامج، يعني التخطيط وتنفيذ البرنامج يبقى بالمشاركة، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن أي برنامج تنموي ناجح هو الذي يبنى على أساس احتياجات الناس الفعلية، وبناء عليه تم تشكيل فرق عمل من حوالي 5 شهور ماضية للنزول إلى أرض الواقع في محافظة شمال سيناء وبالأخص منطقة الوسط مركز ومدينة الحسنة لدراسة وكشف الوضع الراهن لاحتياجات الناس في مجال التنمية الزراعية بمنطقة الحسنة، لأن هذا البرنامج يعني البرنامج الخطة التنفيذية بتاعته على مرحلتين. المرحلة الأولى يتم تنفيذها في وسط سيناء مركز ومدينة الحسنة، والمرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله هيتم تنفيذها في محافظة جنوب سيناء في منطقة وادي فيرون. طيب دكتور حسام، طول الوقت بنحاول ان احنا يكون في مشاريع موجودة على ارض سينا، وطول الوقت بنحاول يكون في دمج للمواطنين المصريين القاطنين في محافظات شمال وجنوب سينا. ايه ممكن يكون الشكل الجديد اللي يحقق الهدف اللي احنا بقالنا اكتر من 30-40 سنة بنحاول نوصل له؟ وفي الحقيقة فندم يعني من ضمن أهداف هذا البرنامج أو الهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين الظروف الحياتية لأهالينا في وسط سيناء كمرحلة أولى من خلال بعض الأهداف الفرعية: توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء، إقامة وتنمية بعض المشروعات الصغيرة التي تدر دخلا على فئات المجتمع المحلي في منطقة الدراسة. ولو للمتابعين من حوالي يوم السبت الماضي كان شرفنا بزيارة معالي وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وسط سيناء، ويعني تم الاطلاع على بعض الأنشطة التنموية المقدمة إلى فئات المجتمع المحلي. والحقيقة سيادته ومعالي محافظ شمال سيناء يعني مقدمين معانا كل الدعم لنجاح هذه البرامج التي تطبق على أرض الواقع. ويعني لو حضرتك تسمح لي ممكن طبعًا أن أنا أذكر لحضرتك بعض الأنشطة التنموية التي تم تقديمها في خلال المرحلة الماضية من البرنامج، ودي مجرد بداية إن شاء الله بإذن الله. يعني في مراحل تانية يتم استكمالها وفق للبرنامج الزمني المحدد. استهدفنا في المرحلة الأولى هو الزراع اللي هو المستهدف النهائي من التنمية الزراعية اللي هو المزارع. فحضرتك كان هناك بعض المشكلات في منطقة الوسط، لقينا أول حاجة إن في حوالي مساحات شاسعة من أقدم أشجار الزيتون في منطقة وسط سيناء في مركز ومدينة الحسنة مصابة ببعض الآفات
اللي هي قللت من انتاجيتها زي افات مثل خنافس القلف والحشرات القشريه. تم دعم وتوفير مواتير رش من المبيدات والمواد الرش لهذه المزارع. والحاجه الثانيه حضرتك بزراعه والتوسع في زراعات الزيتون، تم توفير حوالي 5000 شتلة زيتون من اجود الانواع للتوسع في زراعه الزيتون لتبلغ مساحه الاراضي المضافه الجديده حوالي 30 فدان من الزيتون كمرحله اولى. تم ايضا التوسع مد المزارعين بمحافظه شمال سيناء في النباتات الطبيه والعطريه في المرحله اللي فاتت. عملنا حوالي 6 حقول ارشاديه في منطقه ام شيحان في وسط سيناء بالنباتات الطبيه والعطريه للمزارعين. الحاجه الثانيه، الحاجه الاهم اللي هي دعم المراه المعيله، لان لقينا في خلال الزيارات الاستكشافيه ان عدد المراه يعني سيادتك يقارب حوالي عدد الرجل او نصف المجتمع، فليس من المعقول ان تبقى نصف المجتمع مهمشه او معطله او يعني عاله على النصف الاخر. فتم دعم المراه المعيله بحوالي 30 بطاريه دواجن تدر دخلا لها ولتحسين مستواها الاجتماعي. في حقيقه برضه تم دعم صغار المربين بمشروعات صغيره لتربيه الماعز الشامي لرفع او تنميه الثروه الحيوانيه بتوفير عدد من رؤوس الماعز ذات السلالات المناسبه لظروف المنطقه والعمل على التحسين الوراثي بوسط سيناء. طيب يعني دكتور حسام، الحقيقه حضرتك ذكرت نقاط مهمه جدا، ولكن سؤال حضرتك يا فندم، في مشروعات تنمويه كتير جدا بتحصل في سيناء، ان كانت بتخص القطاعات السكنيه، الزراعه، السياحه، الصناعه وما الى ذلك، بس عايز اعرف من حضرتك يا فندم، يعني ازاي بيتم اختيار وتاهيل ابناء سيناء للعمل في هذه المشروعات، لانه كل قطاع يتطلب تدريب وتاهيل مختلف، وايضا لو حد من ابناء سيناء عايز يشترك كمان في اي من هذه القطاعات، ان كان للتاهيل والتدريب او حتى انه يبدا شغل على طول لو كان مؤهل، يعمل ايه؟ في الحقيقه يا فندم، يعني في النقطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها، الموضوع ده اتطبق في ان شاء الله باذن الله هيتطبق في التجمعات التنمويه اللي هي الدولة وبتوجيهات من فخامة الرئيس الدولة عاملاها، حوالي 17 تجمع تنموي في مختلف شبه جزيرة سيناء، 10 تجمعات في محافظة شمال سيناء، و7 في محافظة جنوب سيناء. إجمالي المستفيدين إن شاء الله في المرحلة الأولى هيبقى حوالي 2000 فرد، والمرحلة الثانية إن شاء الله هيبقى نفس العدد. كل مقومات التنميه ان شاء الله في التجمعات دي متوفره، زي الابار موجوده وشبكه الري موجوده، والمحاصيل هتم تحديثها وفق لنوع التربه ونوع المياه ونوع التربه. بنوفر للمزارع الشتلات والبرامج التدريبيه زي ما حضرتك ذكرتي، يعني بنعرفه ازاي ان هو مثلا يزرع، لان زي ما حضرتك عارفه ان ده دور الارشاد الزراعي، بينقل معرفه او معرفه جديده وبيكسب مهاره، وممكن ان احنا نغير اتجاه لو الاسلوب اللي المزارع بيستخدمه اسلوب خاطئ، بحيث ان احنا يعني يزود انتاجيته ويعمل على رفع مستوى معيشته من خلال اتباع الاساليب التكنولوجيه الزراعيه الحديثه. طيب اللي عايز يشترك يا فندم او اللي عايز ينضم يتوجه لفين او يعمل ايه؟ هو حضرتك باب الاشتراك او كده كان تم اعلانه على شبكه الانترنت، واتخصص لي يعني التجمعات اللي انا ذكرت حضرتك عليها 50% من التجمعات دي للبدو، ومنهم 10% لشيوخ القبائل، لان زي ما سيادتك عارفه ان المجتمعات دي لازم يبقى في قاده محليين اللي بيبقى ليهم التاثير والكلمه الاولى والاخيره. الحاجه الثانيه سيادتك، 50% التانيين من الوادي والدلتا، علشان
ده برضو نعمل دمج الثقافات بين أهالينا في الوادي وبدو سيناء لتكتمل المنظومة كله في سبيل تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء. بكل تأكيد يا فندم. نشكر حضرتك دكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية. نشكرك جزيل الشكر يا فندم.